حلقات ذا فويس كيدز عم تاخذ اكيد اعجاب بالمشاهدين وعم تحقق نسبه مشاهده كثير عاليه، خاصه حلقه هالاسبوع او السبت يلي مرق واللي كان فيها فعلا مواهب رائعه جدا. كل حلقه عم تبين عن مواهب بعد اقوى واقوى. زين عبيد خلينا نسمعه سوا ونرجع نعلق. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها إياها، أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها، كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوة، كيف قدرتي تقسي علي غدار، شو بيشبهك انت من دون انذار، عغفل بيشتي بيضيع حب سنين، بيضيع حب سنين، شو بيشبهك تشرين معذب لكن بعده على حبك صادق بوعده، يعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين بتروحي، الله يسهلك نضل بقلبي محلك، لكن لازم ارجع قلك شو بيشبهك تشري غدار، شو بيشبهك انت من دون يلا يا تلفين موهبة رائعة وأصوات يعني بتقول أنه يمكن حتى صار لعندها خبرة أكبر من العمر الحقيقي لهم، لهالشباب والصبايا صغار بي The Voice كيدز نهار السبت على شاشة الان تي في. أما اليوم فرح نكون مع أول حلقة من قمر هالمسلسل اللبناني يلي منتظرينه مع ستيفاني صليبة ومع وسام صليبة كمان مثل القمر لكن اليوم، ورح نكون كل تنين وثلاثة وأربعة بعد الأخبار مع هالدراما اللبنانية. خلينا نشوف مشاهد منها. فقرة وما عنا شي ناكله. فقيرة. يمكن أنا فقيرة ما معي مصاري، بس أنا عندي عقل وكرامة. جريئة. مصرياتك ولا أنا ماني شحادة. بسيطة. خلقت معزبة وربيت بالقهر والقلة. وقوية. أنا أقوى منه، بفك له رقبته أبونا. بس لقلك قد إيه بحبك ومشتاق لي. حبك برص، عاملها كل من وجهك. أنت مين مفكرة حالك وليه؟ أنا قمر. أنت وجهك مثل القمر. ومثل القمر. ابتداء من 11 كانون الثاني من الثلاثة الأربعة 9 إلى ربع المساء على الام تي في. مثل القمر وبكل بساطة وبكل عفوية رح يكون عنا قصة حب نتابعها على شاشة الام تي في كل تنين وثلاثة وأربعة بعد الأخبار، والأول حلقة رح تكون الليلة فكونوا أكيد على الموعد. أما الساعة 6 فعم نكون مع المسلسل الكوميدي السوري دنيا ومع شكراً مرتجى وأمل عرفة. خلينا نشوف سوا. إذا هيك موافقة عار وانت هاي الأخرى بدي أسوي لك عرس غير شكل بتستاهلي كيف لكن بتستاهلي حبيبي قلبي يا الله يعني والله ما بعرف شو بدي لكم عبطوني وما خليتوني أعرف فكر انت عينك مين حيصح لك يعني حدا بيرضى فيك هاي بالساهل يعني انت عندك موضل يعني عدم مؤاخذة طلعي شوفي لي هاي النقطة بالمصحف شوفي لي هيدا الحلو ما هو حرام هيدا يربع تخيلي مرقب ما تكون حنوني يعني طلعي فيه انت يعني اذا جبرتي بخاطره لهالولد اليتيم الله من فوق بيجبر بخاطرك كيف لك حطي عيني بعيني يلا وافقي سبعة إلى ربع عم نكون كمان مع حلقات العشق الأسود قصة الحب بين إيلان وعمر يلي صار لنا فترة عم نتابعها واللي حواليها ظروف كتير صعبة ولكن بالرغم من كل شيء رح نشوف إنه هل قصة الحب رح تكون صامدة ودائما مستمرة خلينا نشوف بدنا نوقف الوقت وننسى العالم ورح خلي الشمس كرمالنا تطول قد ما فيها قبل ما تطلع وهي الليلة
رح تكون قد سنة من العمر ورح تعمل كل هالشي كرمال يا عمر؟ مستعد أعمل أكتر من هيك، المهم إنك تضلك معي. العشاء الأسود 7:15 على شاشة الـ MTV. أما سيلبرتي دواتس فكنتوا على موعد أكيد مع حلقة رائعة مع وائل جسار ومع كل النجوم يلي مشتركين بهالبرنامج واللي عم ياخد كمان استحسان كبير عند الجمهور وعند الجمعيات يلي كمان مشاركة بنفس الوقت مع هالنجوم بسيلبرتي دواتس. خلينا نشوف. لقيتك في صحراء الشر عبا وكفية وعقال خيلنا عانى تبرق برق اش بينك عاني ما بينطال عبا وكفية وعقال وخيلنا عانى تبرق برق اش بينك عاني ما بينطال فوق الغيجة شبيه بيسطع بغطي نور الشمس بشالك مثل عيونك سيف بيلمع قول لربعك قول لهالك فوق الهجج بيبي بيسطع بغطي نور الشمس بشالك مثل عيونك سيف بيلمع قول لربعك قول لهالك فارس أمير وخيال كانت سهرة ممتعة كمان مع رويدة عطية ومع كل أكيد النجوم يلي مشاركين بسليبرتي دواتس. خلص وقتنا اليوم بأم تي في لايف، موعد جديد بكرة 8:30 مع مجموعة جديدة من المواضيع. بتمنى لكم بقية نهار ممتع شو ما كانت مشاريعكم. باي باي.